اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع المحموديه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 7/3/2024 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره البقري المحيره مع اولاد شاكر المعلم السيد شاكر والمعلم هاني شاكر والمعلم محمد شاكر. صباح الفل يا معلم محمد، صباحك ابيض، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع. اخر ثلاثه معاكم هو الله يقويكم ويعينكم. طيب. اللهم صل عليه كنب، هو ده المال الطيب يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب، بسم الله ما شاء الله على المال. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه عننا البلاء. صباح الخير يا حاج هاني، صباحك ابيض، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. المال بيتحدث عن نفسه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. الاسعار عامله ايه يا حاج هاني النهارده؟ يا ابو الحاج هم معاك اثنين اهو، بسم الله ما شاء الله. 87 87 الاثنين، بسم الله. كم 45 الاحمر ب 45 42 42 و45، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب. اللي يشوف المال ده يشكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليه كنب، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. التالت ده مش معاكم؟ معايا ابو. كام التالت؟ 42 ونص. 42 ألف ونص، اللهم صل عليه كنب، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كنب، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه ثانيه يا حاج هاني؟ ما شاء الله لا دول. الله يبارك لك، ادينا الرقم يا حاج هاني. 012 75 92 11 92. الله يبارك لك. سماح والرضا. تجارة السماح والرضا يا جماعة، جراجس مركز دمنهور محافظة البحيرة. اللي عايز أي أعداد عجول ذكورة محيرة موجود عندهم أولاد شاكر، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم أمين. بسم الله ما شاء الله، صباحك أبدا يا معلم هاني، الله يرزقكم ويصلح حالكم، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. أولاد شاكر يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، مالهم من المال الطيب، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الله يبارك لك يا حاج محمد، بسم الله ما شاء الله. العجول المحيرات يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، هي دي اللحمة اللي زي الحمامة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. عرفنا ولا ربنا بنبيعه مش صعبان علينا، ولا عرفنا ولا ربنا وبنبيعه مش صعبان علينا يا جماعة، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا محمد ويصلح حالك وحال الجميع. الجاموسه دي معاكم يا حاج محمد؟ ها؟ 85000 لحم ب 85، بسم الله ما شاء الله. جاموسه لحم ب 85000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. دبابات، الله اكبر، الله اكبر. جرعت كم مره يا حاج محمد دي؟ أربع مرات، بسم الله ما شاء الله. خير يا كم؟ راح فرح ان شاء الله ثاني يوم العيد الكبير. راح فرح؟ شارينا الفرح يعني؟ ان شاء الله. بكام اخيرا اخذتوه الله؟ 85 يا جماعه، شارينا راعى فرح برضو. نعرفوا المشاهد الاسعار، الجاموس اللحم بسم الله ما شاء الله. ثاني يوم العيد الصغير ان شاء الله. ثاني يوم العيد الصغير الفرع، ربنا يفرح عباده يا رب، اللهم امين، ويفرح كل مشتاق الفرح يا رب، اللهم امين، ويرجع كل غائب بالسلامه ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين، بسم الله ما شاء الله. صباحك ابدا يا حاج محمد، الله يرزقكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. يعني لو واحد عايز جاموسه لحم برضه تجيبها له يا حاج هاني؟ الله يبارك لك يا حاج هاني. الحاج محمد قال لي الجاموسه دي واخدينها الفرح ثاني يوم العيد. والله انت طيب، ربنا يفرح عباده يا رب، اللهم امين. صباحكم ابدا ان شاء الله. عجول الذكورة البقري المحيرة يا جماعة، أولاد الساعي، الله أكبر، المعلم أحمد صبر الساعي. صباح الفل يا معلم أحمد، صباح العسل. عامل ياما المحيرة الحلوة دي؟ عامل 40500. 40500، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. 40500 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. المال صلاة النبي عليه زي ما انتم شايفين، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. معكم محيرة ثانية يا أحمد؟ الله يبارك لكم ويصلح حالكم، يعني موجود عندكم لحد عصحان إن شاء الله؟ موجود. إدينا الرقم يا أحمد. على بهن.
بسم الله ما شاء الله. أولاد الساعي طبعا قاعدين في العطف المحمودية بحيرة، اللي عايز عجول دكرة بقري محيرة ودكرة لحم برضو أحمد موجود، وفي لحم برضو. أيوة الله يبارك لك. كم الرقم؟ 12 012 7 7 3 0 3 0 2 0 2 0 6 1 1 6 1 1. أي حد يتواصل معاكم تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. المعلم سعد الساعي والمعلم صبر الساعي والمعلم احمد الساعي، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. ايه ده حاج ذكر ولا انتي؟ معلم سعد عبد الغني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. بكام والله؟ والله ب5000. ب5000 ذكر ولا انتي؟ ذكر. ب5000 كسر حال ولا لبان؟ لبان ولا كسر قديه؟ لبان. ورينا كده حاج محمد. بسم الله ما شاء الله. سن لبان لسه. سن لبان يا جماعه ب5000. يعني اسعار الجدان حلوه النهارده حاج؟ لا حلوه. الله يبارك لك ويصلح حالك. صباحك ابيض. الله يوسع عليك. اللهم امين. صباحك زي العسل. كل سنه طيب يا غالي. انتوا بتوشوشوا بعض ليه؟ الكاميرا جايباكم. قولوا لنا الحقيقه بقى حاج هلال. صباح العسل. صباحك عسل. عامل ياما المحاير حلو ده؟ والله 8 ونص. 38 ونص. سامح على الكاميرا اهو. ايوه مفيش ديره هنا مصر. هنا لا يا ب 35 يا عم. ب 35 ونص. مش غالي؟ هو غالي شوي. 35 يا حاج هلال. مصر عربي. زايد شوي. زي؟ اه. 35 يا عم. كام يا حاج هلال بمرضى الله الله وكيل؟ 35. السابع. بس احنا سامعين بقول لك. صباحة ربنا تسمع. لقيت السعر ده؟ 35. احنا برضه. 35 يا عم. احنا برضه تقول لنا الحقيقة. يا عم حقيقة. أقسم بالله. 38 ونص. ونص. انتوا ماشي طيب. انتوا عايزينه ب 35 طبعا ماشي. يا الله. قولوا زي ما انتوا عايزين براحتكم. 40 ان شاء الله. الله اكبر. صور كيلو وصور. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 38000 ونص. حاج سعيد احسن راجل. يتجدعن مع الحاج هلال طيب. يتجدعن وياخذوا يا عم. مش حايش عنه حاجه الراجل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيره ثاني حاج هلال؟ معايا الثاني اهو. الله اكبر. 50. عامل ياما التاني اللي معاه 40000 الا 200. 40000 الا 200. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. في رقم تليفون حق هلال؟ لا والله. الله يصلح حالك يا صاحبي. الله يصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامل ياما الحلو ده خال من غير فلوس ليك. الله يبارك لك. والله زي ما تقول كده. بسم الله ما شاء الله. النبي وجوه. الله اكبر. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا الاساس وهم شنط واكياس. نقول له 30 جنب بعض وخلاص. ابو مال 33. والله معلم بالله عليك. ونص ونص بالله عليك كام؟ ها 33 ونص. ونص. اللهم صل عليك يا نبي. 33 ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صل على الصلاه لك. الله اكبر. انا بسم الله ما شاء الله. تاجر حضرتك حاج؟ لا والله ده انا يعني عندي ابني جايبه. الله يصلح حالك يا حاج. بس نعمل 35 33 34. اللي عايز يقول حاجه يقول. الله يبارك لك. يعني اقل حال عامل 33 35 34. الله يبارك لك يا حاج. يعني اسعار النهارده مرتاحه ولا شادي؟ السوق غالي نار على الطريق. السوق غالي والي. غالي والي. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. بص هي ارزاق. المعلم سمير ابو الخاو. انا مش واخد بالي والله. صباح الجمال يا حاج سمير. النهارده انا شايف في تحسن ولا في هبوط ولا ايه بقى؟ انت هتقول لنا الحقيقه. شايف ايه؟ ده الضغط راح. شايف ما عادش فيه ظبطه في السوق خالص. ما فيش ظبطه والله. ما عاد فيه ظبطه. شويه يريح وشويه يطلع. البارح كان السوق يعني بنغم شويه. يوم السبت كان زي الزفت. يوم الثلاث كان اسود. اي النهارده لا طالع. في طلعان النهارده. روخ اربعه اللي فيدوا على طول. الله اكبر. اخر عجل معاك يا صاحبي؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه يا حاج سمير كده؟ عمره 6 شهور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الثابت كام بمرد الله؟ الثابت يعتبر كده النهارده يعني على الهادي برضه.
كام؟ 26300. 26300 بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. 26300 الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، في مصداقية مع المعلم سمير أبو الخاوة جماعة، الله يبارك له وآخر عجل معاه. سمع علينا بنقول ما حدش هيبيع إلا غصب بكيفه، ما حدش هيبيع إلا بكيفه. صح صح، بنقول عمله ربنا. احنا بنقول اللي خلقه ربنا. ولو لنا رزق فيها ناخدوه غصب عن أي حد. صح، أنت راجل محترم يا حاج سمير. بنقول عمله ربنا. والله أنت راجل محترم. والرزق على الله، بس النهارده في نتيجة أعلى. احنا يا جماعة بنصوروا مع ناس ياما وشوية، الحاج سمير راجل محترم وعنده مصداقية بمرض الله. الحمد لله. الله يبارك لك. في حاجة تاني معاك النهارده؟ بعنا والله اللي معاك. الله يصلح حالك حاج سمير. الحمد لله. تستاهل كل خير يا حاج سمير. الحمد لله. ادينا الرقم يا صاحبي. 011 011 51 62 70 42. الله يبارك لك. اللي عايز عجول محيره يا جماعه وعجول علف موجود عند المعلم سمير ابو الخاو تبع ابو حمص. في البيت لو حد عايز يجي في البيت في بهايم موجوده في البيت وعلى السعر الهادي برضه. في المزارع في البيت برضه يا جماعه وعلى السعر الهادي برضه. اللي عايز اي حاجه الموجود ايه وايه يا حاج سمير؟ والله موجود يعني 32 33 35 عجول محيره برضه يعني. ايوه. الله يبارك لك يا معلم سمير ويصلح حالك وكل سنه وانت طيب. طبعا كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر شعبان، واهلا وسهلا يا شهر رمضان. الله يبارك لك يا حاج. عجل اندبح مصور قشري. عجل اندبح؟ ايوه انت مصور قشري. ربنا يهدي ربنا يهدي. لما القشره مطلوب انا عارف، ما دي مطلوب ودي مطلوب. الله يا حول الله يا ربي. العالم تقول ايه بس؟ صباح الفل يا حاج. السوق عامل ايه النهارده؟ والله السوق النهارده يعني في نغمه كده. قول زفت يا راجل. في يعني قول زفت اهو. العالم برضه يا عم تقول زفت ليه يا اخي؟ تفاعلوا خير يا اخي. اي والله ان شاء الله خير. يعني في تحسن النهارده سنه كده. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. صباحك ابيض يا حاج سمير. الله يرزقك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. في تحسن مع في الاسعار يا جماعه زي ما شفتوا مع التجار النهارده في سوق ابو هواش تبع المحموديه بحيره. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. لا تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. لا تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.